مساء الخير، حلقة جديدة من الراصد، العديد من الموضوعات المهمة، لكن الأهم دائما وأبدا مشاركتكم، تواصلكم معنا عبر حسابنا في تويتر الراصد أو عبر رقم الواتساب الظاهر أمامكم الآن في الشاشة. طبعا بكل تأكيد همومكم، اهتماماتكم، مشكلاتكم، الكلمة الأهم أن المكان المناسب لها هو الراصد. بداية الحلقة للعناوين. أنت ملك من قبل لا تصبح ملك، وانت الذي تامر وشعبك قدر، الدار دارك والوطن كله لك، وافعالك تحير شعوب تعدها، انت ملك من قبل لا. تحت عنوان ولاء ووفاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله يفتتح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في دورة 33. بمبادرة سعي لتوظيف ذوي الإعاقة، إدارة التربية الخاصة تبادر بتوظيف ركان الحمود من ذوي الهمم بعد ظهوره في الراصد. أيضا تشاهدون في حلقة الليلة من الراصد. في أقل من 12 ساعة من طرحها، أمانة المنطقة الشرقية تتفاعل مع الراصد وتزيل مخلفات حي القيروان والروابي. عقب الضلع كانت عقبة على الأهالي، السبت موعد الافتتاح. وقضية الخطأ الطبي في المدينة المنورة معلقة، الصحة لا أرى لا أسمع لا أتكلم. الله يحفظ ويطول عمر ملكنا سلمان. حديثنا في الجزء الأول عن الحدث الأهم إنسانيا وثقافيا، نتحدث عن المهرجان الوطني للثقافة والفنون الجنادرية، الحدث اللي نذكر أنه الأضخم على مستوى الشرق الأوسط وأيضا في المملكة العربية السعودية. في هذه الأثناء افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أجنحة مهرجان الجنادرية وانطلاق فعالية الدورة 33 من المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية. ويعد الجنادرية أكبر مهرجان تراثي سعودي وواحد من أشهر المهرجانات الثقافية في العالم، ويشارك سنويا في الفعاليات الإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت ومصر. وسيكون ضيف شرف المهرجان في هذا العام دولة إندونيسيا، وستبدأ الفعاليات بسباق الهجن التراثي الكبير الذي يحضره سنويا كبار الشخصيات من دول العالم. تحتضن الجنادرية على مدى 3 أسابيع النسخة 33 لمهرجان التراث والثقافة، ويعد مهرجان الجنادرية الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني كل عام مناسبة تاريخية وطنية في مجال الثقافة والتراث والفنون الإبداعية، ومؤشرا عميقا على اهتمام قيادة المملكة بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة وحفظها للأجيال القادمة. وتضم قرية الجنادرية بين جنباتها مجمعا لكل منطقة من مناطق المملكة، إضافة إلى ممثلي الوزارات الحكومية والأهلية، حيث تعرض كل منطقة من مناطق المملكة ما يميزها من صناعات يدوية وحرف تقليدية قديمة، إضافة إلى ما تشتهر به كل منطقة من مأكولات شعبية ورقصات فلكلورية تعد عنصر جذب للجمهور. كما تحاكي الجنادرية حياة المواطن السعودي قديما، وتقدم نماذج لهذه الحياة البدائية كطريق الزراعة وجلب الماء من السواني وحرث الأرض. كما تحتوي الجنادرية على القرية والسوق الشعبي، إضافة إلى عروض الفنون الشعبية، فضلا إلى الأوبريت المصاحب للمهرجان وسباق الهجن الكبير الذي يجذب عشاق هذه الرياضة من المملكة وخارجها.
بتأكيد أنه مساحة هذا الحدث الكبير اليوم نتحدث عن هذا الافتتاح لهذا المهرجان العريق، الواجهة الثقافية للمملكة العربية السعودية التي تجتمع بها العديد من الحضارات وتقدم أيضا المملكة العربية السعودية بكافة مناطقها وأيضا كافة ثقافتها الغنية. للحديث أكثر ينضم إلي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرحمن الناصر. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير وحياك الله في الراصد. أهلا مساء النور. يعني الحديث عن الجنادرية بكل تأكيد الكل زار وعنده فكرة عن هذا المهرجان، دائما وأبدا ما يكون هناك مختلف وأيضا يكون هناك تطوير. خلنا نبدأ من الخلفية الثقافية للجنادرية منذ الإنشاء حتى يومنا هذا، كيف ترى مشهد هذا العرس الثقافي الكبير؟ أول شيء لازم نعترف أنه هذا المهرجان الآن أصبح مهرجان عالمي، وبلا شك أنه هو رصد للثقافات والحضارات اللي داخل المملكة العربية السعودية وإظهارها من جديد وترسيخها في أذهان الأجيال. يعني إحنا جينا معظم اللي مر علينا ما شفنا له في الجنادرية، وهذه إحدى القيم اللي يقدمها هذا المهرجان الكبير. أضف إلى ذلك أنه دائما الاطلاع على ما يحدث إقليميا، ثم يصيغها كواجهة ثقافية من داخل المهرجان، وهذا دليل أنه أصبح من المهرجانات اللي المستهدفة على المستوى العالمي. يعني جيد. اليوم احنا نشوف ضيف الشرف في اندونيسيا. رائع، نقطة مهمة بتوقف عندها بحولها ايضا لضيفنا اللي ينضم الينا الان من استديوهاتنا في الدمام الكاتب الصحفي الاستاذ ماهر البواردي. استاذ ماهر حياك الله. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عرس الوطن السنوي. الله يحييك أستاذ. أسعد الأيام الجنادرية على فكرة. طبعا يعني أكيد أنه يكون هناك أيضا نشاط كبير حتى على الجانب الإنساني داخل المملكة العربية السعودية، فعالية مثل الجنادرية ونشوف الإقبال عليها، بنتطرق لها المواضيع. لكن توقفت بالحديث عند نقطة مهمة من الأستاذ عبد الرحمن الناصر، أنه الجنادرية حدث عالمي، نتحدث عن مهرجان عالمي أصبح أيضا يستقطف كافة طبعا الثقافات المختلفة داخل المكان المخصص لهذا المهرجان، إضافة إلى نقطة ذكرها الأستاذ عبد الرحمن وتحدث أنها توثيق لمراحل التنمية الإنسانية للسعوديين داخل هذا المهرجان، داخل هذا المهرجان بمعنى أنه الواحد أصبح يعرف تاريخه مشاهدة ومعايشة داخل هذا المهرجان. تعليقك على هاتين النقطتين. المهرجان من بدأ 1405 وعصرته من بدايته إلى الآن هو ربط الجيل ورجيل ورجيل بموروث الدولة عبر ثلاث قرون. نعم. من موروث شعبي أو أدبي أو ثقافي أو فني أو سياسي، هو امتداد جميل جدا لربط الأجداد بالأحفاد والقضية تمشي. الآن هو ليس بعالمي، هو حيكون حدث استثنائي. أنا توقعاتي للجنادرية في 2030 حينافس إكسبو إذا صح التقدير، لأنه التوسع والتطوير اللي قاعد يحدث فيه الحالي يمكن أنه يجعل هذا المهرجان حدث عالمي يوضع على أجندة الأمم المتحدة أو اليونسكو، وله زيارات وله كذا، وأتوقع أنه يمتد. جيد. هو يرصد ويسجل، وهذا أهم شيء إحنا نفتخر فيه كسعوديين، أنه عندنا تاريخ عميق جدا يمتد لأكثر من ثلاث قرون. إحنا نستعرضها هنا بشكل مبسط، نقول للعالم هذه السعودية. نعم. هذا شعبها، هذا الماضي اللي أنتم ما شفتوه، هذا حاضرها. كنا هكذا وأصبحنا الآن على مترون، وفي المستقبل عندنا شيء أجمل. فالجنادرية من أعظم المهرجانات اللي أنا أفرح فيها سنويا. جيد. أستاذ عبد الرحمن، يعني نقطة أيضا تحدث فيها الأستاذ ماهر أنه هناك توسع في هذا المهرجان لأن يأخذ مساحة أكبر من حيث الاهتمام العالمي. إذا ما ارتكزنا على المهرجان منذ البداية وحتى ما وصل إليه العام، إحنا كل سنة نشاهد نقلة نوعية من ناحية التنظيم
ومن ناحية محتوى أيضا المهرجان، كيف يمكن أن توصف هذه التجربة أيضا من خلال اهتمام المملكة العربية السعودية بالقيمة الثقافية ومن خلال تحقيقها بمثل هذا المهرجان الضخم؟ شوف، هو بلا شك أنه يتطور من, نعم. من, 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 من فترة إلى فترة، أو من خلينا نقول من سنة إلى سنة. لكن في الثلاث سنوات أو الأربع سنوات الأخيرة لا، قفزات حقيقة، وهذه مشهودة. لكن واقع المهرجان هو زي ما تكلمنا سابقا أنه رصد تاريخي لهذا المجتمع، نعم، ولإبراز ثقافاته وحضاراته. ولا ننسى أنه المملكة العربية السعودية يعني لها حضارات في الشرق وحضارات ومتعددة الثقافات في الغرب، يعني متعددة الثقافات، نعم. وكل هذه الثقافات تبرز في هذا المهرجان. جيد، والآن نشاهد أيضا بث حي ومباشر لحفل الافتتاح بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعديد من قادات الدول بكل تأكيد لهذا المهرجان، هذه التظاهرة، هذا العرس الثقافي الكبير من خلال جندرية لنعتز بهذه القيمة الكبيرة اللي نقدمها للعالم ثقافيا من خلال رصد وتوثيق حضارة الإنسان السعودي بمختلف طبعا الثقافات. وهنا الملك يكرم ودائما وأبدا هذا المحفل والعديد من المحافل، ما يكون هناك مساحة للتكريم ومساحة للتقدير للمنجزين وأيضا المبدعين. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين القريب دائما وأبدا من أبنائه، القريب من مشاركتهم بالأفراح وأيضا بالإنجازات، بكل تأكيد أنه دافع للمزيد من التقدم. وإحنا اليوم أيضا مثل ما نرصد هذه الصور ونعمل بكل تأكيد على إبراز هذه المشاهد اللي نعتز بها بكل تأكيد، لأنه إحنا نتحدث عن مشهد ثقافي عظيم يعود بكل تأكيد للجوانب الإنسانية للإنسان السعودي الغني بثقافته طبعا التاريخية والغني بتاريخه المجيد بكل تأكيد. عودة إليك أستاذ عبد الرحمن، يعني بكل تأكيد الآن يقام الحفل وبمختلف فقراته، أبرات الجنادرية أستاذ عبد الرحمن، الجانب الفني أكيد أنه قصة خالدة منذ التاريخ، حتى فقرة الإلقاء الشعري، ونعرف طبعا شعراء اعتلوا منصة الجنادرية ووصلوا إلى الجمهور، أصبحت الجنادرية على المستوى الفني تقدم أو خلينا نقول موعد منتظر سنويا لتقديم مادة وطنية. طبعا يحصل فيها ترى سباق إعلامي اليوم، بنشوف عكس ما كنا نتابع في السنوات، نعم، الأخيرة، أوبريت مختلف ديو بين محمد عبدو وراشد، الملحن كبير، نعم، بلا شك موسيقار، حضور للنخب الفنية طبعا، وحتى اللي كاتب الأوبريت يعتبر أديب معي، إضافة إلى ذلك مشاركة السنة هذه أعتقد فهد عافت اللي كتب أوبريت، طبعا الشاعر العذب الأستاذ في مجاله بكل تأكيد، وجلة تحية، هو من كتب أيضا مساحة يعني ما نشوف هناك احتكار، هناك مساحة للشعراء المتميزين والنخب بالضبط في الحضور. بالضبط، إضافة إلى ذلك مشاركة فنان كبير زي مزع الفرحان، مشاركته في هذا المحفل هو بلا شك كان يأمل أنه يشارك كمغني، لكنه يشارك في هذا المحفل وهذه فرصة كبيرة جيد للجميع. تفاصيل هذا الحفل ترى خالدة عند كل السعوديين طبعا، الأبيات التي قيلت تحفظ، الأوبريتات تحفظ أبدا، إنما اللي شاهدناه اليوم تشريف مولاي خادم الحرمين الشريفين لحفل الافتتاح، شفنا قبله كيف مر على الأجنحة، نعم، وكيف زار الجناح الأندونيسي، شيء عظيم جدا، نعم. يوم الثلاثاء القادم العرض السعودية بتقام في الصالات الرياضية، إضافة إلى ذلك لا ننسى المشاركة الكبيرة من الفنادق والجميع كله يشارك في هذا، لأول مرة أنا أراها من خلال متابعتي القديمة لهذا المهرجان، الجميع يستقطب الأدباء والمثقفين والكل، يعني
شيء بصراحة أنا فخور. مساحة للمبدعين. طيب أنا فخور بهذا. أكيد منظر نفخر به في هذا المهرجان. أستاذ ماهر التعليق الأول، أولا خادم الحرمين الشريفين تشريفه وحضور القيمة الأعلى بكل تأكيد لافتتاح هذا المهرجان، هذا الملك قريب من أبناءه دائما وأبدا في كل المحافل، مساحة للتكريم للتقدير أيضا من الملك لأبنائه كما شاهدنا في المنظر. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وهو باني الجنادرية وباني الرياض، هو عاشق لهذا التراب، هو أكثر مننا على النجاح. فتشريفه قامة يعني توطد الأساس اللي احنا عليه، قادتنا ونحن نسيج واحد وأرضنا نعم. نسيج واحد، نسمو بالدولة للمعالي، لدينا إرث نفخر به، لدينا تراث، لدينا فكر، لدينا شعر نطلع به كل سنة. جيد يعني هذه النقطة اللي كنا نتكلم عن أستاذ عبد الرحمن شاركنا أسلح. الحديث فيها الجنادرية طبعا مشاهد فنية موثقة وأيضا تبقى في الذاكرة سواء في المساحة الشعرية، المساحة الغنائية، مشاركة النخب من الفنانين، القيمة العالية لو استرجعناها أيضا للناس اللي مروا أيضا في الجنادرية وقدموا هذه القيمة الثقافية والفنية. تفضل. لا 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 لا. 33 مهرجان السابق، في كل مهرجان كانت هناك قصة، كانت هناك ملحمة، كان هناك نعم. شعر. خلف العتيبي الله يعطيه طول العمر يثرينا، المونولوج الأغاني محمد عبده وماجد المهندس كانت لا تزال راسخة، نحفظ بعضها. الجانب العالمي اللي ما تدري عنه، المنافسات الشعرية الأدبية السامري العرضة السوق الشعبي المنتجات. يا رجل نحن نتحدث عن ظاهرة لن تستطيع أي دولة أخرى تعملها بيوم وليلة. احنا يعني نقول للعالم جبنا لكم السعودية في هذه المساحة. نعم يعني فإنجاز ضخم ضخم جدا ومشرف. جي. أنا أتوقع العام القادم وأنا أتمنى أنه يكون شريكنا بالمهرجان دول أوروبية، أمريكا، خلينا نطلع للعالم أكثر. طيب. خلينا نقول لهم من نحن. طيب أستاذ عبد الرحمن، في جانب مهم أيضا فيما يتعلق بالجانب الإنساني للمواطن السعودي، اليوم اللي يدخل الجنادرية ويشوف التنوع في الثقافات، في أيضا اللهجات المتغيرة مع اختلاف طبعا وكبر حجم المملكة العربية السعودية، سواء في نتحدث حتى عن ما يؤكل وحتى نتحدث عن الحديث مختلف أيضا أحيانا في بعض اللهجات، نتحدث حتى بالأزياء أيضا، اليوم إحنا هذا الشيء نستذكره ليكون معززا للتعايش المواطن السعودي الذي اجتمع طبعا تحت راية هذه الدولة، كيف هو يشوف ثقافته أيضا، يشوف هذا الاختلاف الذي جمع اتفاق لحب هذه الأرض وأيضا العمل لرفعتها، كيف ترى هذه القيمة الإنسانية الكبيرة أيضا ليقدمها المهرجان؟ أولا لابد أنه نعرف أنه رؤية 2030 نعم هي الجانب الأوسع منها ثقافي وثقافة تعزز القيمة داخل الوطن، وهذه كلها بنشوفها اليوم في الجنادرية الأيام القادمة. هذه واحدة يعني أنا عشت مرحلة طويلة مريت في مراحل، هذه المراحل اللي جهلونها أولادي بالحكي لا يمكن طبعاً. أو بالتمثيل لا يمكن أنا أمثل لهم كيف أنا عشت، كيف درست، كيف هذه المرحلة تقدم في الجنادرية، إضافة للمراحل اللي مرت على أبائنا، المراحل اللي على أجدادنا، مراحل التوحيد طبعاً. يعني في كل سنة تشوف مشهد عظيم في الجنادية، وهذه الآن على اللقطات طبعا لمشاهد تصويرية كانت قبل شوي من الحفل لما يحدث، وكما ذكرت أنت لملامح أيضا وملاحم التوحيد وكيف تصور أيضا للنشر. تفضل. طبعا هي تعزز القيمة الثقافية داخل الأجيال في, 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 في ذاكرة الأجيال، خلينا يعني نأخذها بالعبارة هذه. اليوم مهرجان الجنادرية يعتبر مهرجان عالمي نعم بلا شك، الجميع ينظر. أنا أتذكر مهرجان الجنادرية وأنا كنت خارج السعودية والله الجميع كانوا يسألوني بالفندق عن المهرجان تخيل هذا الكلام قبل
قبل 10 سنوات. أن يسألون متى وقته وكيف يمكن الوصول كان إليه؟ افتتاح كان وقت الافتتاح ويسألوني عن ليش ما حرصت أنه أنت تبحث عن التلفزيون وتشوف التلفزيون اليوم. نعم. افتتاح الجنادرية. جيد. فالعالم حتى بالخارج يتابعون هذا المهرجان. لا ننسى يا جماعة الخير، أنا بقول للعالم اقتنعوا أنه هذا المهرجان والله مهرجان عالمي. كم مرة زرت أستاذ عبد الرحمن؟ كثير. أنا سنويا؟ إيه سنويا. زيارات للعائلة؟ ها؟ لا أول شيء البداية ما كنت صحفي، كنت أزوره مع العائلة. نعم. بعدين صرت صحفي وشاءت الأقدار أني أنا أكون صحفي كتغطية كعمل، وصرت أروح تغطية وأعيش هناك من حتى أيام البروفات، أيام الشغل، أيام المشهد تعايشة من البداية حتى النهاية. أي طبعاً كنت أعيش هذا باعتقادي. الآن طبعاً نرجع لقطات للحفل، الآن بعد قليل سينطلق البروفات الغنائي بكل تأكيد، المشهد الفني المنتظر دائماً وأبداً في الجنادرية، مساحة الإبداع الخالدة بكل تأكيد، البريتات وأيضاً ما أجمل ما يكتب، خصوصاً إذا كان الحديث عن الوطن وأيضاً الغناء عن الوطن، وأجمل ما يلحن وأجمل ما يغنى بإحساس عالي جداً يتحدث عن هذا الوطن الكبير، يعني محطات تاريخية عظيمة توثق بكل تأكيد نصاً وغناءً. عاشقينك يا وطن، عاشقينك يا وطن، عاشقينك يا وطن.
مملكة شكل أكمل زي عربية، هي منطلق العرب، منطلق الكتاب والسنة. وأقول دائما وأكررها، يكفي العرب عزا أن يكون القرآن نزل على نبي عربي على في أرض عربية بلغات عربية، هذه نعمة كبرى، لكن مسؤولية أكبر علينا. كما شاهدنا وإياكم يعني هذا الأبريت أمانة، وحديث خادم الحرمين الشريفين عن منطلقات هذه البلاد الطاهرة، هذه البلاد العظيمة، شيء لفت نظري. بداية الأبريت طبعا بكل تأكيد حديث المشاعر مع الموصل إلى خادم الحرمين الشريفين، إضافة للنقطة اللي لفتت نظري بداية الأبريت ب صورة رجال الأمن وهم يدخلون. بكل تأكيد أنه عادة أبريت الجنادرية يناقش أهم القضايا الوطنية، وأمانة دائما في القلب شكر عظيم لهؤلاء الأبطال البواسل اللي دائما وأبدا ما يحضرون في كل المشاهد، ودائما ما يكون لهم التقدير الأول في كل المشاهد. هذا التقدير اللي يجيهم بداية من القيادة لأدوارهم العظيمة أمانة، وأيضا التقدير اللي يجيهم أيضا من الشعب لهذه الأدوار العظيمة. أبطالنا على حدودنا يحفظون هالدار، يحفظون هالدين، بكل تأكيد هالأرض بمقدساتها بمقدراتها. الله يحفظهم دائما وأبدا، لهم مساحة كبيرة بالقلب، وأنا أمانة يعني دائما وأبدا حضورهم بالنسبة لي مؤثر، لأنه أنا أشعر تماما أنه كثير أيضا الناس تشعر بهذا الأمر، يستشعرون الجهود العظيمة اللي يقدمونها بدمائهم أيضا بأرواحهم لهذا البلد الطاهر. قيمة عظيمة بكل تأكيد حضرت في هذا الأبريت، إضافة للقيم العظيمة الأخرى الموجودة فيه بكل تأكيد، بداية استشعارا واستذكارا للملوك البررة رحمه الله طبعا بكل تأكيد، وما قدموه لهذه البلاد الطاهرة وأيضا للمنطقة بشكل كامل بكل تأكيد، حتى وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، كما رأينا طبعا من كلمات دائما يتحدث بها هذا الملك الأب، أيضا تقديرا للجهود العظيمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذا الرجل اللي قدم الكثير والكثير واللي يعمل ليل نهار لأن تكون المملكة العربية السعودية دائما في المقدمة. أستاذ ماهر، كما شاهدنا وإياك يعني هذه المشاهد الرائعة أمانة، ودائما ما نقول أنه الأبريت هو القصة بكل تأكيد للواقع اللي ينقل اللي تنقل طبعا مشاعرنا. تفضل. كنت أكتب الكلمات في البداية، اليوم القصة الحد الجنوبي، جنودنا البواسل، صقورنا في السماء، جيشنا حامي وطننا، اليوم قصة وفاء جميلة لمن بذلوا أرواحهم، لمن رفعوا السلاح ضد الأعداء، لمن دافعوا عننا، لمن جعلونا ننام بأمن كل ليلة طبعاً. فهذه رسالة عظيمة جدا لجنودنا المخلصين الأوفياء. نعم. والشهداء منهم، الله يغفر من توفى منهم طبعا ويتقبلهم شهداء. آمين. أستاذ عبد الرحمن، كيف شاهدت الأبريت؟ الآن نشاهد يعني الأزياء المختلفة لكافة الثقافات داخل المملكة العربية السعودية، أبناء وطن واحد يدافعون عن هذه الأرض بكل ما يملكون من قوة، سواء يدافعون بالسلاح أو بالكلمات. بلا شك أنه أبريت افتتاحيته عظيمة. نعم. صوت خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه لنا، اللهم آمين، والسيرة اللي قدمها للملوك رحمة الله عليهم السابقين، والتوحيد على يد المغفور له الملك عبد العزيز، هذه الحد بحد ذات هذه شيء عظيم بالنسبة لي، إضافة إلى اجترار مشاعر الشعب. نعم بالتأكيد، مشاعر الشعب كله مع مع اخواننا طبعا طبعا، اخوان اللي في الحد الجنوبي يعني هذول اخواننا وابناء عمومتنا وربعنا، فمشاعرنا هناك وهم يدافعون عنا وعن الوطن. بالتالي هذا الأبريت بدايته وافتتاحيته اجترى لمشاعرنا، مؤثر، إضافة إلى أنه مختلف من ناحية موسيقية. نعم. الدرامز المارش العسكري افتتاحيته، صورة كانت كاملة في هذا الأبريت العسكر، يعني إشارة إشارة للتقدير
الجيش انا اشوف يعني لما تجي واحد خلينا انا نكون صريحين يلا لما يجيب لك واحد من الخارج واحد مش سعودي ولا هو خليجي اقول له هذول هذه الازياء ايش رايك فيها؟ يفكرها ازياء ثقافات مختلفة ازياء ناس يعني ازياء مسرحية ما يعرف انه هذه الازياء حقيقية هذه ثقافات وطن ثقافات كثيرة موجودة عندنا على المسرح في وطن واحد تبهر تبهر هذه نقطة مهمة بنرجع لها لكن خلينا نشوف بعض اللقطات من الأوبريت اللي الآن هذا الأوبريت الجميل وبنرجع نعلق على تعدد الثقافات اللي فعلا أمر ربما يدعو للذهول تعدد الثقافات وأيضا المحبة الكبيرة والاندماج الكبير والتلاحم الكبير خلونا نشوف أجزاء من الأوبريت ونرجع نستكمل الحديث مجادنا لو تروى رشت العطر فرض سنة قصة مجادنا لو تروى رشت العطر فرض سنة مهبط الوحي طبعا بكل تأكيد كما شاهدنا أيضا مقتطفات من الحفل اللي يقام الآن وأيضا هذا الأوبريت الكبير جدا هذا العرس والتظاهرة الثقافية الكبيرة أستاذ ماهر بأسألك عن نقطة أثارها الأستاذ عبد الرحمن بكل تأكيد لو جيت الواحد أجنبي ما يعرف المملكة العربية السعودية شاف هذا الكم الكبير من الثقافات المختلفة أكيد أمر للذهول قيمة أيضا التلاحم الكبيرة ثقافات مختلفة لكنها متلاحمة بشكل كبير بناء على قيم زرعتها القيادة في هذا الشعب منذ التوحيد على يد طبعا المؤسس الملك عبد العزيز وبعده أبنائه الملوك البررة بالتأكيد هذه أجمل جملة سمعتها عندكم قبل شوي أنا قاعد أرسم على الورقة أنه عندي أنا فلكلور جميل بألوان زاهية في عسير فلكلور نعم. أجمل في المنطقة الغربية في الشمالية
الموروث النجدي في العرضة والسامري في جنوب المملكة في الشرقية في الأحساء. احنا لميناها كلها فأصبحت يعني كأكبر باقة ورد جميلة متجانسة بهجة للناظرين، يعني الانسجام فيها واضح، عروقهم واحدة. يعني كلمة سعودي لأي شخص هي عبارة عن كلمة فخر، لا يعني لن تجد سعودي جيد عشق هالأرض يفكر في غيرها. جيد، ما يبي بعد السعودية إلا الجنة. طيب يعطيك العافية، بكل تأكيد يعني ضيفنا من الدمام الكاتب الصحفي الأستاذ ماهر البواردي، شكرا لحضورك معنا وأيضا شكرا لمشاركتك لنا في هذه الحلقة. أخيرا أستاذ عبد الرحمن، يعني أبغى كذا تحليل فني عن الأوبريت في مساحة ضيقة، عذرنا لضيق الوقت حتى ننهي الحديث طبعا عن هذا الحدث الضخم والمهم. يا أخي أنا استفزتني المجرور والمجاميع اللي تشتغل على المسرح تمثل أهل مكة وأهل الطائف والكعبة، وهذه رسالة من بس أنت طبعا استفزاز إيجابي بين اللحن طبعاً والصورة. أنت النقطة هنا عندك المهمة أنه اللحن متناسق مع الصورة. أكيد، ومتناسق مع الهدف اللي تكلم عنه مولاي خادم الحرمين الشريفين. نعم، هذه ناحية. ثم الأنسة بعرج على كلمة واحدة، أنه الملحن طلال هذا سبقت له تجارب عظيمة. هو لحن أوبريت خليج الكبرياء، والله ما زالت بعض الجمل في راسي إلى الآن من 2001 افتتاح بطولة الخليج. هذا ملحن عظيم، واللي جالس يقدمه في هذا الافتتاح، افتتاح مهرجان الجنادرية، عمل يليق بهذا المهرجان. كل الشكر لك ولحضورك طبعا معنا هنا في الاستوديو، والكاتب الصحفي عبد الرحمن الناصر، شرفتنا. الله يشرفك. الله يعطيك العافيه. انا سعيد فيك، سعيد اليوم نحضر هذا الافتتاح السوي. الله يديم السعاده، شرفتنا. انت ملك من قبل لا تصبح ملك، وانت الذي تامر وشعبك قده، الدار دارك والوطن كله لك، وافعالك تحير شعوب تعدها. انت ملك من قبل لا تصبح ملك، وانت الذي تامر وشعبك قدها، الدار دارك والوطن كله لك، وافعالك تحير شعوب تعدها. في الجزء الآخر من الراصد بنتحدث عن قيمة مهمة جدا نسعى دائما وأبدا نقدمها في الراصد. احنا اليوم دائما وأبدا نقول انه المكان المناسب لهمومكم اهتماماتكم مشكلاتكم هي الراصد، بكل تأكيد كدور وأمانة كبيرة موضوعين في قناة حكومية، بكل تأكيد نقوم بدورنا الإعلامي من خلال إظهار هذه المشكلة والمحاولة لحلها بالطرق المهنية من خلال جمع كافة الأطراف، ودائما وأبدا ما نسعى في الراصد لعمل ذلك، إضافة للقيمة المهمة جدا متابعة هذه المشكلة وأيضا متابعة حول الجهات المسؤولة عشان نتأكد بإذن الله أنها تحل وأن الأدوار تكون متكاملة في هذا الجانب. نستعرض بعض القضايا اللي طرحناها خلال الأسابيع الماضية ونشوف ما تم العمل عليها وما تم حلها أو ما تحتاج أيضا للظهور مرة أخرى. دائما وأبدا بالتابع حتى بإذن الله تعود الحقوق لأصحابها. عموما تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية مشكورة مع ما تم عرضه يوم الاثنين الماضي في الراصد حول المشاكل التي يعاني منها سكان حي القيروان والروابي وما جاورهما في الدمام بعد أقل من 12 ساعة، وأزالت المخلفات التي كانت تشوه المنظر العام وتضيق على السكان. وذكر محمد الصفيان أن البلديات تكثف أعمالها في مراقبة وضبط مخالفات رمي الأنقاض وتطبق بحقهم الغرامات المالية والعقوبات النظامية، بالإضافة إلى قيامها بالمبادرة بتنظيم حملات
ميدانية لرفع الأنقاض مجهولة المصدر وفق برنامج وخطة عمل تشمل جميع الأحياء التي تشهد فيها أعمال إنشاءات مكثفة، وأن البلديات تسعد باستقبال أي ملاحظات حول أعمال النظافة والإنشاءات من خلال رقم البلاغات 940. ينضم إلينا الآن المتحدث وكيل الأمين المساعد للبلديات بأمانة المنطقة الشرقية محمد أصفيان، حياك الله ويا أهلا وسهلا فيك. الله يحييك أخي الكريم وحييك وجهي جميع السادة المشاهدين. أولا أنت وعدت في الحلقة في طرح هذه المشكلة بخصوص طبعا الحيين وأيضا الروابي والقيروان أنه من بكرة بيحل هذا طبعا هذه الإشكالية، وأمانة يعني بيض الله وجهكم ما قصرتوا أو فيتم بالوعد، ماذا تم فيه؟ تفضل. لا شك أخي الفاضل، العمل اللي قامت فيه الأمانة هو واحد من الأعمال ضمن المبادرات التي تطلقها الأمانة في المنطقة بشكل عام. هناك مبادرتين لإزالة الأنقاض المجهولة في المصدر، والمبادرة الأخرى هي تحسين المشهد الحضري الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية الغربية على مستوى الأمانة بشكل عام. العمل الذي قامت فيه الأمانة هو العمل تقع ضمن المهام، ولا أظن أحد من الأمانة ينتظر السكر قابل هذا العمل، فهو واجب علينا. والصحيح أن الأمانة تعتذر أبو سيئة الإزعاد سببها إلى الناقلين لهذه الأنقاض المخلفات الصلبة، والتي سبق أن قلت أنها يعني سارت للأسف بأوقات متأخرة من قبل هؤلاء الناقلين. إذا كان هناك شكر فالشكر ليس الأمانة بل السكان الذين أيضا تعاونوا مع الأمانة كونهم على عين الثانية لما للإبلاغ عن هذه المخالفات. كما نشكر أيضا ضيفك الأخ ماهر الوالدي الذي كان ضيف أيضا في عملية إيصال هذه الرسالة. طبعا ما ودي أوضح جانب هنا، مهما كان عدد المراقبين لدى الأمانة والبلديات لا يمكن لهم تغطية كل المساحات وكل الأماكن لمنع وقوع هذه المخالفات، ولهذا ننتظر دائما مشاركة وتفاعل المواطنين والمقيمين مع الأمانة. وكلامي هذا ليس من باب دفاع الكريم عن الأمانة، لكن هذا هو واقع الحال. والأمانة جيد. في نفس الوقت لا تدعي الكمال في أعمال كثيرة ومتعددة، لكنها بالطبع تنشد الوصول لكل ما هو صحيح وجيد، ونحاول تقليل من الملاحظات والأخطاء. جيد. طبعا بكل تأكيد يعني هذا الدور احنا نقول دائما شكرا، لأنه العملية أصبحت متكاملة. لما نتحدث عن مواطن يبادر وطبعا إظهار هذه المشكلة، نتحدث عن تفاعل، وهذا أقل من واجبنا في الراصد في إظهار المشكلة. نتحدث عن جهة حكومية تتجاوب بسرعة، وإحنا دائما ما نذكر هي السرعة هي الأهم، أنها تتجاوب بقيام بعملها. هذه هي المنظومة المتكاملة دائما وأبدا نحاول أنها تكون موجودة في الراصد إن شاء الله دائما وأبدا، وإحنا بنساعدكم بنكون عين طبعا للمواطن في إذا وجدت إشكالية، ودائما وابدا نتمنى لكم تكون بمثل هذا طبعا التجاوب. شكرا جزيلا لكم في أمانة المنطقة الشرقية، وشكرا لك طبعا محمد صفيان وكيل الأمين المساعد للبلديات بأمانة المنطقة الشرقية. والشكر لكم ايضا موصول لكم في الاستديو ايضا على هذا البرنامج الذي ايضا يتبرع عين التي تقوم بإيصال الرسائل. شكر لجميع الاخوان، وشكرا لضيفك الكريم الاخ ماهر مرة اخرى. الله يحييك. بعد أن انتشر في الأيام القليلة الماضية مقطع لأحد مشاهير السوشيال ميديا التي طبعا أثار فيها الجدل حول موقف دار بينه وبين شخص مصاب بمتلازمة داون، قام ركان الحمود اللي كان ضيفنا على طاولة الراصد بالرد عليه بطريقته الخاصة. وبعد ظهور ركان بالراصد وحديثه عن متلازمة داون، بادرت إدارة التربية الخاصة بتوظيفه، وغرد ركان بحسابه الخاص بتويتر قائلا بفضل الله وكرمه ومن طبعا تم توقيع عقد وظيفتي بمكتب مدير إدارة التربية الخاصة الأستاذ عبد رحيم آل الشيخ، وبحضور رئيس مجلس إدارة سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ مرزوق العتابي، ومساعد مدير إدارة التربية الخاصة الدكتور محمد المحسن. وينضم إلينا طبعا المبدع صاحب الهمة العالية ركان الحمود، حياك الله يا ركان، أهلا يا صديقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ركان، مبروك الوظيفة. وشعورك حياتك، شعورك يعني بحصولك على هذه الوظيفة اللي أنت أساسا كان عندك وظائف سابقة واستعرضناها بوجودك؟ تسمعني ركان، مبسوط بهالوظيفة كثير؟ أنا أسمعك.
قول لي عن إحساسك يا ركان، مبسوط؟ إيش تحس بعد ما حصلت على الوظيفة؟ أنا مبسوط في الوظيفة. الله يوفقك، مستعد لها كويس؟ إيه الحمد لله. حلو، طيب ركان وعدتني بقصيدة لي، شاعرنا يا ركان، كتبت القصيدة فيني ولا لسه؟ إلا فيك. يلا سمعني يا ركان. أنت عبد الإله؟ إيه عبد الإله. الليل فرحة والقلب حياتي، يا عبد الإله أنت روحي وقلبي حشاك، أنت الغلا والموت كفيني، بلاه العيون اللي بلاهم ما غايب السنين، أخاف من دراهم عيني يسميها عن غرايب. الله عبد الإله صح لسانك يا ركان، والله اني احبك والله يا حبيبي. الله يطول عمرك حبيبي ركان، يعني شكرا لك ولحضورك معنا، اكيد انك انت طبعا اضافه لهالشركه بكل تاكيد، انه عندك الكثير عشان تقدمه، نتمنى لك التوفيق، وهذا ايضا من الامور اللي تفرحنا في الراصد حضورك. اشاره نفرح اشاره معك يا حبيبي يا ركان، يعني اكيد انه حضورك البهي، اكيد انه نفرح على رودكم يا حبيبي، خلى تجي هذه الثقة، ونشكر طبعا القطاع الخاص اللي يساهم في اكتشاف القدرات. أنا بأرفع راس في العزل من الدار. أنت دائم ترفع راسنا يا ركان، الله يحفظك، شكرا لك. قررت إمارة منطقة عسير تمديد فترة إغلاق عقب الضلع لمدة أسبوع إضافي، ينتهي طبعا يوم السبت المقبل، وكانت إمارة عسير قد أغلقت عقب الضلع لمدة 10 أيام ثم مددت الإغلاق لفترة أخرى، وكان من المقرر أن تنهي غدا، تنتهي طبعا غدا الأحد، لكنها أضافت أسبوعا ثالثا لعدم زوال الخطر. طبعا كنا طرحنا الحديث عن عقب الضلع أمانة عشان يكون الحديث مهني حول هذه، خلينا نقول مش إشكالية، بالعكس يعني جهود عظيمة للأمارة في حل الإشكالية في هذه العقبة اللي هي طريق رئيسي بكل تأكيد، فبالتالي وفرت أفضل الخدمات لأن يكون هناك سلامة من حياة إزالة الصخور أو من ناحية التعديلات، المأمول إن شاء الله أكبر في تعديل هذا الطريق، ويا ما طرحنا عنه الجهود هي مكتملة فقط، وإحنا ننوه عشان نبحث ونصل إلى الحل الأفضل من خلال إنجاز هذا المشروع اللي نرجع ونذكر بشكرنا للإمارة فيها. ينضم إلينا هاتفيا الإعلامي عيسى الربعي المهتم في هذه القضية، حياك الله عيسى. أهلا أستاذ عبد الإله، مساء الخير عليك وعلى أستاذ المشاهدين. الله يحييك، أبرز ما تم إنجازه في هذه العقبة. قبل أن أتحدث عن عقبة ضلع دعني أنتهز الفرصة وهذه المداخلة أن أرفع أسمع آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول فعاليات الجنادرية هذه الأيقونة السعودية التراثية العالمية التي ارتبطت حقيقة بوجدان السعوديين منذ 33 عاما وتشكل ملتقى لكل الثقافات. فرصة أن أتحدث عن هذا الموضوع الذي أسهمتم فيه من خلال هذه الحلقة. فيما يتعلق بعقبة الضلع هذه العقبة حقيقة كنت من ضمن الزملاء الإعلاميين اللي يتابع العمل في عقبة الضلع وإجراءات الصيانة وما تبع ذلك من عمل في الموقع. كنا خلال الأيام الماضية حقيقة كصحفيين نسعى لتوجيه البوصلة الإعلامية من خلال أن نقد الهادف البناء لتوجيه العمل، وأيضا نختلف مع إدارة النقل في عسير في توقيت العمل، إلا أن متابعة سمو الأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير نعم للعمل الحاصل في الموقع وزياراته المتتالية عجلت بالعمل في الموقع، وأيضا تواجدنا برفقته يوم أمس الأول في الموقع وكان حقيقة حريص على فتح العقبة بأي شكل كان. طيب جيد، كل الشكر لك يا عيسى وعلى هذه الجهود بكل تأكيد، نتمنى دائما الأفضل لهذا الطريق. عيسى الربعي الصحفي المهتم بهذه القضية، شكرا لك.
يعني الحمد لله كل القضايا ذهبت إلى اتجاه إيجابي، وهذا أمر أكيد يفرحنا في متابعتها. نروح لها القضية اللي نستذكرها معكم سويا، قضية الخطأ الطبي في المدينة المنورة اللي كانت ولا زالت طور الدراسة بدون أي تفاعل للأسف، وإحنا نتساءل كيف يتم طرح طبعا قضية إنسانية على الصعيد الإنساني، نهيك عن أن هذه بالأخيرة طبعا مواطنة سعودية اللي كانت حدث أنها رايحة تسوي طبعا ولادة، فبالتالي تفاجأت بعملية قيصرية دون شرح أسباب منطقية حول الحاجة إلى العملية، بعد تحولت هذه العملية لقص أمعاء، وأيضا العديد من الانعكاسات الطبية الخطيرة، حتى وصلت من خلال طرحنا لهذه القضية أن المستشفى يرفض خروجها، والحمد لله بعد ما طرحنا القضية بيوم مباشرة طبعا المستشفى سمح بالخروج، لأنه إحنا نوهنا الجانب مهم جدا أنه فيه أمر خطير في منع المستشفى للخروج، ربما يدخل في أمر احتجاز أو أمر جنائي، ونعرف أن هناك وزارة لا تتساهل في هذا الجانب، إذا ما تحدثنا أن تحول القضية من طبية إلى قضية جنائية في الاحتجاز اللي نتحدث عن وزارة الداخلية، ونوهنا حول هذه النقطة، لكن المستشفى تفاعل مباشرة وأخرج المريضة. المشكلة اللي الآن بنتحدث عنها وبتستمعونها بعد خروج المريضة عدم حصولها على تقرير طبي مما عاق دخولها إلى مستشفيات أخرى. ينضم إلي من المدينة المنورة زوج طبعا أختنا مرام الهيبي المتضررة من هذا الخطأ الطبي عبد المجيد علام. عبد المجيد حياك الله. السلام عليكم. الله يحييك. ايش الجديد في القضية بعد اخراجها؟ الجديد حبيبي استاذ عبد الله، بعد ما استضفت انا وزوجتي في البرنامج الراسي، ثاني يوم المستشفى طلعتنا بالقوة ورفضهم يعطانا اي تقرير بالحالة وبدون ادوية بدون اي حاجة لاستكمال علاج المستشفى حكومي. فالمدير الطبي وقتها قال لي ما في تقرير في الحالة، عندك وزارة الصحة روح اشتكي كذا. هذا الرد؟ هذا الرد، وقال لي انت ان شاء الله مقاضينا في المحكم فهي الشرعية. طيب الصحة كيف تفاعلت؟ يعني انا ما اعرف كيف، ليش الرفض؟ انت باعتقادك ليش يرفضون يعطونك تقرير طبي بحالتها؟ انا ما ادري ايش اللي حاصل معاه عشان رافضين للان. اتواصلت مع وزارة الصحة بعد ما طلعونا وطلبت ضرورة نقلها الى مستشفى حكومي، لكن ما في تفاعل من وزارة الصحة، وكل ما اروح انا بنفسي مستشفى حكومي او خاص اودي زوجتي ما في احد راضي يستقبلها، يقول لي حالتها خطيره لازم تقرير. وزاره الصحه لما بلغتهم انهم يرفضون، خطا في النظام ها انهم يرفضون يسلموني تقرير، ايش يقولون لك؟ ايش تقول الصحه؟ طيب ايش المبرر؟ اتواصل معايا قالوا لي احنا حنرسل مندوب الى المستشفى وناخذ تقرير بالحاله، ونتواصل معاك ونسلمك التقرير، لكن ما في احد يتواصل معي، ورفعت اكثر من شكوى لوزاره الصحه وكلمت مدير الشؤون الصحيه كمان وطلبت بنقلها الى مستشفى تخصصي في الرياض، ما في تجاوب. والان المريضه كيف حالتها؟ وانا في وين جالسه وكيف حالتها الصحيه؟ في البيت، لها اسبوع في البيت بدون ادويه بدون اي حاجه، وكل ما ندخل المستشفى يقول لي حالتها خطيره فيها جلطه في القلب ولازم تتحول الى دكتور صدر ولازم تقرير بالحاله عشان نقدر نكمل على العلاج، احنا نخاف نعطيها علاج تروح تسبب مضاعفات او جوانب اخرى. يا وزير الصحة، رسالة مباشرة إليك، وإحنا عطينا والله رسالة قبل، هذه مواطنة سعودية ومريضة تعاني هذه المعاناة من الآن موجود صوت زوجها، موجودة كل الأطراف، إحنا مستعدين حتى في الراصد إنه نجي معاكم في الإجراء طبعا فيما يتعلق بهذه القضية، نقدم له كافة المعلومات اللي نملكها. يعني نتحدث عن المعاناة، مستشفى أولا يرفض إخراجها ومن ثم يرفض تقرير بكل تأكيد أنه يقدم لها تقرير طبي، ونتحدث عن عدد من المشكلات وأيضا عدد من المخالفات النظامية، ونتحدث عن رسالة المندوب. يا جماعة ما هو سوق خضار، هذا نتحدث عن حالة صحية، الآن مريضة جالسة في البيت ما هي لاقية مستشفى يستقبلها على أساس أنه ما عندها تقرير طبي، لأن مستشفى رافض هذا الأمر ونعطيها طبعا تقرير طبي. بالتالي الرسالة إن شاء الله بإذن الله يا عبد المجيد، نشكرك طبعا عبد المجيد علام زوج أختنا المريضة مرام الهيبي اللي دائما وأبدا بنرجع نطرح قضيتها حتى تحل، لأنه كما ذكرنا إحنا هنا الآن نقدم دورنا في إظهار هذه المشكلة على الجهات المسؤولة تتحرك. يعني شفنا القضايا اللي طرحناها قبل شوي، ونشكر بكل تأكيد أمانة الشرقية تحركت مع هذه المشكلة، وهذا واجبها ترى عموما، إحنا لما نشكر هو من باب خلينا نقول الذوق، يعني في تقدير عمل الجهات الحكومية وتستحق. احنا ما عندنا مشكلة مع الجهات الحكومية، لكن احنا ننبه ونبغى التفاعل، ويسوءنا انه ما نحصل هذا التفاعل او ما نحصل التجاوب طبعا مع متحدث صحة المدينة المنورة اللي تواصلنا معه في الفقرات السابقة ورفض طبعا يعطينا اي حديث عن هذه الحالة لانه يتحدث انها في قيد الدراسة. فبالتالي الان نتحدث عن مريضة في البيت فيها العديد من طبعا تواجه العديد من المخاطر جراء هذا الخطأ الطبي وايضا الخطأ الاجرائي من قبل المستشفى
المستشفى ومن قبل وزارة الصحة اللي ما تفاعلت بشكل يستدعي هذه الحساسية للقضية. احنا نتكلم على قضية جدا كبيرة وحساسة، نتحدث عن انه صحة مرام الهيبي في خطر اذا لم تتدخل يا معالي الوزير. وصلنا لنهاية حلقة الراصد، نلتقيكم في حلقة طبعا حلقة جديدة الأحد القادم. مع السلامة.